ما حكم مصافحة زوج الأخت؟ وهل مصافحته إذا كانت جائزة تنقض الوضوء؟ مصافحة زوج الأخت لا تجوز، لأنه أجنبي منها، مجرد كونه زوجا لأختها لا يجعله محرما لها، ولا يجوز لها أن تصافحه ولا أن تصافح أي رجل ليس من محارمها، لأن ذلك سبب للفتنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح النساء اللاتي لسن من محارمه عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة. وأما كون مصافحة المرأة تنقض الوضوء فهذا مجال خلاف بين أهل العلم في لمس المرأة بدون حائل. من العلماء من يرى أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، ومنهم من يرى أنه ينقض الوضوء مطلقا، ومنهم من يفصل فيقول إن كان لشهوة فإنه ينقض الوضوء، وإن كان لغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. ولعل هذا القول هو أعدل الأقوال وأقربها للصحة، ولكن لا يفهم من كونه لا ينقض الوضوء على قول من قال ذلك أنه مباح، بل إنه يحرم ويأثم فاعله، وإنما الكلام في انتقاض وضوئه مع إثمه أو عدم انتقاضه. نعم. جزاكم الله خيرا.